سوريا من حلب، بحب حلب، عشت فيها، خلقت، كبرت، اتجوزت، صار عندي اولاد، بنتي لامريكا، صار عندها اولاد، بحب اجي لهون اشوفهم، افرح فيهم، اشوف احبابي، اشوف اصحابي، برجع بشتاق لبيتي بحلب، برجع بروح حلب كمان، بشوف اولادي يلي بحلب، بقعد معهم شوي كم شهر وبرجع لهون. وبلادنا حلوة وبلادكم حلوة وهذا كل شيء. Thank you.
كان عمري 17 سنة وقت أنا تركت بلدي وأهلي ورفقاتي. كانت فترة صعبة أني أرجع أتعود على بلد جديد وعالم جديد ولغة جديدة. شوي شوي تعلمت وتعودت، بس ما بيمرق يوم إلا وبفكر لو أنا كنت ببلادي كيف كان بيكون حياتي. أصعب شيء إنه واحد يترك أهله وأصحابه والبيت والمدرسة اللي عاش فيها والحيطان اللي كبر عليها ويرجع يحاول يعمل من بلد تاني بلده. إنه مستحيلة وصعبة، ولليوم بحس حالي إنه أنا منتمية لبلدين، بلد خلقت فيها وربطت طفولتي، بلد كبرت فيها واشتغلت